هذا النص يبدو أنه نص متكامل، لأنه ينظر إلى مسألة مسألة تدخل صاحب السيادة أي الشعب في أخذ القرار السياسي، سواء كان ذلك في من خلال الانتخابات تعيين ممثلين عن الشعب، انتخابات تشريعية أو انتخابات رئاسية، ولا ذلك الاستفتاء اللي وضع النص في ذلك الوقت كان قبل المسابقة النهائية على الدستور. هذاك ليش نتكلم على فرضية الاستفتاء؟ النص هذا لا يتكلم عن الانتخابات بتاع البلديات، بتاع انتخابات الجهات أو انتخابات الولايات، كلها تكلم على وضع هذا التنظيمات في الانتخابات والولايات، وقعت من بين المشاكل هذه المشكلة. هل مش نعمل قانون خاص بمواد معينة، أم سنضع تشريعا عاما في شكل مدونة، كود، مجلة الانتخابات بصفة عامة. هذا قانون انتخابي محدود النظرة بتاعه لأسباب ظرفية، على خاطر الأوكل الآن هو الانتخابات القادمة في 2014، المسائل القائمة، المواعيد القادمة لا تستدعي اللجوء إلى الاستفتاء. هذا النص كما أقول جاء لسد ثغرات من القانون القديم مرسوم، ونص هذا سد الثغرات، وكذلك وهذه حاجة هامة أنها اعترف بصريح اللسان بأن النص القديم بتاع 2014 فيه نقائص، فيه عديد النقائص التي يجب تداركها. شيء ثالث زاد اللي نجم نقوله في صالح هذا النص، وضع أحكامه تحت مظلة الدستور الجديد، أو بالأحرى تحت مظلة مشروع الدستور الجديد. النص هذا جاء بتعزيز السلطة الترتيبية لهيئة الانتخابات، وهذه حاجة كبيرة وهامة جدا، على خاطر هذه كانت من جملة نقاط الضعف للمرسوم القديم والانتخابات 2011، على خاطر في انتخابات 2011 وقعت برشا تجاوزات، ومعناها عدم احترام تاع القانون في كثير من الأحيان، لكن مع كل الأسف الهيئة دعوتها ما كانش عندها صلاحيات باش تدخل وباش تمنع التجاوزات هذه، وإلا باش تعاقب من يقوم بمثل هذه التجاوزات وما إلى ذلك. أنا أقحام مبدأ التسلية للترشحات، على الأقل فيما يخص رئاسة الجمهورية.
هذه في تمام معناها مش كسر العمليه مش تحصل مش تحصل معناتها المترشحين لرئاسه الجمهوريه في مجلس التاسيس ولا في من يرتضاه اعضاء المجلس التاسيس التزكيه من طرف المواطنين وهذا بالطبع اقرب الى الديمقراطيه هذا يعطيك كرامبوا تتم تزكيه المترشح للانتخابات الرئاسيه من طرف 30,000 من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية. 30,000 هذوما يجب تجيبهم من 10 دوائر كل الجهات تاع البلاد. هذا واش معمول؟ باش نحيو المهبلة ونصير قصاص وغيره. اللي ما يحصلش على 3% من الأصوات على الأقل نو سولمون إن كمان ما عندها با مورافا دو ديبوتي، مي أون بلوس هنا ثم تبعات مالية يرد الفلوس ترجع الفلوس اللي خذاها اللي خذاها فوالا. هذا النص عوض نظام التصفقة المالية بالنظام المعاكس اللي هو نظام استرجاع المصاريف أضافت العملية الانتخابية. المسألة الأولى هي مسألة نظام التصويت. الانتخابات مع 11 مليون محتلة وعندنا من جملة 11 مليون ما يقرب من 7.5 مليون ماشيين يصوت. التصويت هذايا يقع في الدوائر هذه ثم معناها نوعين اعتقد سكرتير نومينال هذايا هو عندنا مقعد واحد في دائرة واحدة كان هو مرشحين لمعناها مقعد واحد ليس السكرتير من نومينال تصويت على الافراد. ثم نظام اخر التصويت اللي هو نظام يسمون نظام القائمات. حسب النظام هذايا باش نستعملوا دائرات مش صغيره كما مرنا باش نستعملوا دائرات كبيره واسع تكون فيها برشا سكان كما بسطت الولايات بالعروس فيها ربما 400,000 ناخب 400,000 ناخب عندهم الحق تقريبا في 7 مقاعد دونك عندهم الحق باش يختاروا باش يصوتوا لي قائمه تاع 7 من الناس زيد عليها النظام القائمات هذا يقول فما انت باش تجي تصوت باش تلقى دي كارت نتاع كل بارتي. النظام هذايا هو يقول لك انت تصوت على القائمات وليس على الاشخاص.